حب الرسول يا الله دوبني دوب عن المعصي يا الله توبني توب حب الرسول يا الله دوبني دوب عن المعصي يا الله توبني توب جاني في منامي يا الله لبسني توب جاني في منامي يا الله لبسني توب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب حب الرسول يا دوبني دوب عن المعاصي يا دوبني دوب حب الرسول يا دوبني دوب عن المعاصي يا لبسني توب جاني في منامي يابا لبسني توب جاني في منامي يابا لبسني توب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب شاهدت نوره على بابه صليت عليه وعلى أصحابه شاهدت نوره على بابه صليت عليه وعلى أصحابه منايا أفضل في رحابه الله 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 عاصي ودمع الندم
عاصي ودام الندم عالخد يا ربي يا ربي صح الضمير بالعدم صح الضمير بالعدم اللي عدم قلبي 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 سلمت أمري لك سلمت أمري لك وفي شدتي أفضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. الاسم بتاعكم بقى أخدتوه إزاي؟ إحنا عمالين كده نعيش حالات روحانية وقد إيه الكلمات مؤثرة وقد إيه الأصوات حلوة وواضح إن أنتوا بتبذلوا مجهود عشان تبقوا مميزين في وسط الفرق الكتيرة اللي موجودة دلوقتي، بالذات ان برضو مؤخرا في فرق سورية كتير نزلت مصر ونالت نجاح كبير. بتعملوا ايه عشان يبقى ليكوا لون مختلف مميز في وسط كل المنشدين؟ طبعا بالرغم من كل وجود الفرق الانشاديه، بس كل فرقه ليها طعمها وليها شكلها الخاص بيها، يعني ليها شغلها من الطراز بتقوله وليها شغلها الخاص بتقوله يعني. فكل فرقه بتتميز بده. وطبعا هم الجماعه السوريين ما شاء الله طبعا هم ممتازين جدا يعني، الفرقه السوريه كلها وليها اصدقاء كتير يعني فيها. ونزلوا لا نزلوا يعني نزل منهم مؤخرا ناس تانية، بس هم من بدري معانا يعني، هم من 2011 اعتقد. فرقتين. بتقعدوا تتدربوا قد ايه تقريبا؟ بتتدربوا قد ايه؟ ممكن من ساعتين لثلاثة. ساعتين يومي؟ لا مش يومي، ممكن بروفا مرتين في الاسبوع، مرة في الاسبوع على حسب، بس مش اقل من مرة في الاسبوع. قولي كده أطرف حاجة أو موقف يكون حصل معاكوا في مناسبة، في حفلة ما كنتوش متوقعين الأحداث يعني. هي كانت حفلة تبع جامعة عين شمس. جامعة عين شمس طبعا كلها حفلاتها أغاني وتامر، يعني بيروح لها فرق كبيرة، وكان في موجود قبلنا كان تامر حسني في اليوم ده، وبعدين احنا كنا رحنا الكلام ده من كام سنه يعني. ف كان الموقف الطريف يعني، بعد ما ده يعني لما ده بعد ما خلصت الفقره، احنا كنا الفقره الاولانيه بتاعت بدايه الحفله، الموقف الطريف ان ما كانش يعني ما كانوش يعرفوا يعني ايه فرقه انشاد، كان الكلام ده في بدايتنا يعني، وما كانوش يعرفوا يعني ايه فرقه انشاد. وبعد كده اتفاجئوا بيكم يعني، اتفاجئوا بالفريق، وما كانش حد عايز يقعد كتير، قعد حبه صغيره في الاول. بعد كده اول ما بدانا اشتغلنا لقينا القاعه كلها اتملت، والناس عملت هيصه كبيره جدا في بعد اول انشوده قلناها يعني، عملت ليله كبيره جدا كمان، والبنات زغرطت، وكان قصه يعني، كان موضوع طريف جدا انا ابتسمت عليه. وكان حد من ضمن الناس من التفاعل يعني قال كده جمله فيها لفظ مش لذيذ يعني، بس بحب يعني، اللي هو يعني من المفاجاه ومن الموضوع يعني، لان جديد علينا برضو يعني فكره ان حفله للانشاد وتروح عشان تسمع المدح وتسمع اشعار يعني برضو مش عشان كده انا قلت في البدايه ان كان الغريب او الملفت للنظر ان الشباب بداوا يتجهوا لفكره الانشاد وانه يحضروا حفلات الانشاد.
تعتقد ان ظروف الاغنيه دلوقتي هي السبب اللي خلت في اقبال على الانشاد؟ يعني الهبوط اللي موجود دلوقتي في الاغنيه بتاعتنا والكلام اللي ملوش معنى بص حضرتك، هو زي ما قلت لحضرتك، احنا كل مجال ليه جمهوره. يعني حتى المهرجانات لما طلعت او الاغاني دي طلعت عملت جمهور وشعبيه كبيره جدا، يعني وليها يعني لما حد بيجي يسالني على الحاجات دي ما لهاش رد لان هي ناجحه، فهو ناجح، فانا ما ينفعش ان انا اتكلم اصلا. هو ناجح، ده راجل ناجح جدا كمان، فهو ناجح. بس الانشاد ليه جمهوره من زمان، بس فعلا الفتره الاخيره كام سنه زاد جدا. يعني انا لما قريت عن موضوع الانشاد وازاي حصل التدرج بتاعه وازاي وصل لينا دلوقتي والتطورات اللي حصلت فيه ازاي وعملوا بصمه جديده وروح جديد بايقاعات جديده، كل ده فرق كتير ان بقى في ناس لا حابين ان هم يسمعوا من الكلام ده. احنا كمان الالحان اللي خدوها من المطربين القدام زي ام كلثوم وعبد الحليم، اللحن عملوه بطريقه بكلمات مختلفه خلى الناس تفاعلت. في ناس مسيحيه اصلا، مسيحيه بتيجي تحضر الحفلات، وفي ناس منشدين مسيحيين منشدين. في ناس كانوا برضو دي من الحاجات اللي كانت مميزه جدا. في حد يعني كذا حد من المسيحيين يعني طلبوا ان محمد يعلمهم الانشاد برضو، يعني ان شاء الله. وهم كمان احنا بنعمل اصلا حفلات فرقه ترانيم بيعملوا معانا حفلات، يعني بنعمل حفلات اصلا مشتركه. نكمل بقى مع بعض. هتسمعونا ايه؟ هقول عرفت الهوى وبعدين هنقول يا قبة الخضرة. تمام، اتفضل. عرفت الهوى، عرفت الهوى مذ عرفت هواك، عرفت الهوى أحبك حبين، حب الهوى، حب الهوى، حب الهوى، 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 أحبك حبين،
أحبك حبا حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك يا قبة الخضرة مالك أنستينا بجمالك يا قبة الخضرة من كل تلك الممالك يا قبة الخضراء مالك أنستينا بجمالك يا قبة الخضراء مالك أنستينا بجمالك قالت جمالي بمحمد نور جميع الممالك اي والله نور جميع الممالك صلوا عليه يا حضار والآل والصحب الأخيار صلوا عليه يا حضار والآل والصحب الأخيار تنجو غدا من عذاب النار وترحب عفو المالك إيه والله وترحب عفو المالك يا قبة الخضرة مالك أنستينا بجمالك يا قبة الخضرة مالك أنستينا بجمالك والله نور جميع الممالك يعني الله عليكم والله النهاردة خلينا نعيش ليلة في ساعة مع نبال مختلفة زي ما قلت إنها بتوصل حب سعادة فرحة لكل القلوب التعبانة والدنيا أرهقتها وأرواحنا تعبت من كتر الظروف اللي احنا بنمر بيها بنبقى محتاجين من فترة للتانية ان احنا نرقب أرواحنا ونرقب نفسنا ونرقب قلوبنا. كل واحد في الفرقة عندكم أكيد له حاجة مميزة، تقدر تقولي إيه اللي بيميز كل واحد فيكم عن التاني؟ طيب احنا عندنا ايهاب، انت سمعت صوته طبعا. ايهاب في حته تانية غيرنا يعني ايهاب بالنسبه للباور اللي سمعتيه احنا يعني هو صوته كده واخد من الحاجه اللي هي النسائي، حتى لما نيجي نقول شغل جماعي في البنات مع الشباب بنردد على بعض، فانا بخلي ايهاب دايما في الصف بتاعهم، هو عنده الحته الصوت اللي هو سوبرانو بتاع يعني اللي هو تبع في السيدات ده شويه، ايهاب عنده اللقطه دي، بس هو ما شاء الله حاجه كده قيمة يعني. ايهاب عنده حاجات اللي هي الموشحات القديمة والحاجات دي ايهاب مميز فيها جدا، يعني حاجة رهيبة.
احمد طبعا احمد ده العضو الصغير يعني ما شاء الله عليه بصراحه وبحيي والده جدا من خلال ساعه مع نبال على انه يعني انا سمعت منك ان هو يعني مسانده قويه جدا ليه وانه يوديه ويجيبه ويبذل المجهود ده. عندنا طبعا مصطفى بس طبعا كان المفروض يبقى موجود بس ما حصلش نصيب عشان هو صوته تعبه شويه. مصطفى في سن احمد. مصطفى ما شاء الله بيروح في الاوبرا المصريه وعامل حاجه مع تامر حسني في مؤخرا من الحاجات اللي عملها تامر في رمضان. مصطفى برضو والده بيدعمه دعم كبير جدا ومصوت الاصوات الجميله جدا وبيقول موشحات اللي هي بتاعه المشايخ القديمه قوي بيقولها بطريقه مميزه جدا. صوت قوي جدا وبرصار طبعا مجهد الفتره دي. ايه رايك نسمع كل تمام سولو مش بتقولوا سولو بقى صح كده نسمع كده والعنصر النسائي ياسمين. انت ما جبتش في تحيز انا ملاحظه ان في تحيز يعني انا ملاحظه ان ما قالوش خالص العنصر النسائي وامكانياته ياسمين مجتهده جدا ياسمين مجتهده يعني هنسمع مين؟ هنسمع ياسمين عليك الصلاة. عليك الصلاة وعليك السلام يا خير البرايا يا مسك الختام. عليك الصلاة وعليك السلام يا خير البرايا يا مسك الختام. صلاة سنة لنا الله إن الله صلى لماذا صلاتنا الله الصلاة وعليك السلام يا خير البرايا يا مسك الختام. عليك الصلاة نور قد سما الله فوق المؤمنين ليس أولو العمى الله من في البغض عاشوا جهلا ربما الله الصلاة وعليك السلام يا خير البرايا يا مسك الختام. عليك الصلاة وعليك السلام يا خير البرايا يا مسك الختام. الله عليكم. الله يا ياسمين ايه الصوت الحلو ده. مين بقى كمان هتسمعه لنا النهارده؟ جاسر. الله الله عن رسول الله. ياسر جاسر جاسر. هنسمع ايه بقى من جاسر؟ الله الله عن رسول الله. الله هي افضل الصلاه والسلام. الله 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 على نور رسول الله. حب صرف دم
علم النبي الأمي، علم النبي الأمي علم عباد الله. النبي حنين سهل كده ولين، بين يا زين بين، بين يا زين بين حسن رسول الله. الله